ازيكم شباب عاملين ايه؟ رجعنا لكم فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت الناس كلها تصلي على النبي وتنزل حالا تعمل لايك واشتراك للقناه وتصلي على النبي. القناه اسمها الحياه ايزي. احنا دي احنا رجعنا لكم هيجاوب الاول واللي هيجاوب هذا بيترمي الازازه على راسه بس جامد. تمام يلا امي اول سؤال. ما هو الحيوان الذي له لسان طويل وجسمه قصير؟ عمار. طفل. انت جاوبت كده من غير ما تفكر؟ عارف السؤال؟ لسان طويل؟ صح. عدل اللي عليه الدور. يمكنك ان تأكلني في الليل ولا يمكنك ان تأكلني في الصباح؟ الغداء. ده واحد صاحبي قالها لي قبل كده. غلط يا عادل. نو مش عارف. قول عمار. العشاء. صح. ضربه ضرب عمار. انا تمام معاكم. انا اصلب من الصخره ولكن انمو في جسد. دور في جسمك. عمار طبعا جاوب وقال الاسنان. صح. انا عملت كده انا معاك اصلا عشان هي اصلب حاجه في جسمنا. عادل. لا تستطيع ان تدخل او تخرج من خلالي. الا من خلالي. الا من خلالي. حاجة ما ينفعش تدخل ولا تخرج الا من خلالها. فكر. إيه؟ شغل مخك. الاكل. انت بتدخل وتخرج في الاكل؟ البيت البيت البيت. يعني ايه البيت؟ بيت المنزل اللي انا بخش عشان واخد منه. يعني ماشي بتدخل وتخرج منين؟ من الشقه. منين يا عمار؟ من الباب. الباب يا عادل. عمال اسهلها لك. الله بالطرقه. وانت قول لنا في الكومنتات انت مشجع فريق من فريقي ولا فريق؟ لا شجعوني انا بس اخسر بس شجعوني. هنشوف. قولنا في الكومنتات. عمار. انا خبير في شم الطعام ولكن فاشل في شم الروائح. خبير في شم الطعام؟ لا معلش انا خبير في تذوق الطعام ولكن فاشل في شم الروائح. الفم. مين الحاسة اللي مسؤولة عن تذوق الطعام؟ الفم. ايه اللي في الفم؟ اللسان. ايوة. الحمد لله. عادل. دي سهلة. احمل كثيرا من النقود ولكن احتاج لاحد يحملني. حاجه فيها فلوس كتير بس بتحتاج حد يشيلها. الانسان المحفظه. شاطر برافو عليك. اخيرا اخيرا يا جدع ده انت الفريق اللي بيشجعك زهقوا منك. يلا عمار. انا رقم فردي عندما تحذف مني الواو اصبح احد. رقم فردي. عادل بيجهز نفسه عشان هيضربك. واحد. ايوه صح برافو. يوم كده جاي اربع شويه عشان منها الواو. انا فضلت اقول اثنين ثلاثه. ضاعت عليك الفرصه يا عادل عشان منها الواو تبقى احد. صح. انا فضلت افكر. قول يا ميدي. قول يا ميدي اللي جاي. لوني اسود ولكني عديم اللون. فكر كده مين اللي لونه اسود حواليك؟ ال عرفت خيالي. انا بصيت ولا انا عمار. شيء في السماء اذا اضفت اليه حرفا اصبح في الارض. طير. شوف ايه اللي موجود في السماء عشان شكله مش هيعرف. نجم. شاطر. منجم. ايوه. طيب عادل انت عليك الدور. خلي بالك انت ما ضربتش عمار ولا مره. اللي بيشجعونا هتكسبوه. نحن اخوه من نفس الام ولكن ولا مره التقينا. مين؟ اخوه من نفس الام ما اتقابلناش ولا مره. ايه
مع اننا اخوات. ايه اللي عمرهم ما بيتقابلوا خالص في الدنيا يا عادل؟ الا الاخوات. استني. حاجات كده عمرها ما بتتقابل اسد، ما بتجيش مع بعض. الاسد والغزالة؟ لا، حاجات في الطبيعة. الطبيعة؟ اقول لك مثلا كده، انا اقول لك مثلا زي الشمس والقمر. انا في الطبيعة. في الطبيعة؟ انا والبيوت؟ في الظواهر الطبيعية قصدك؟ في الظواهر الطبيعية. انا والبيوت؟ انا يا ابني مش عارف. اضرب. الليل والنهار؟ برافو. ايه ده بجد؟ والله انا كنت في دماغي الاول القمر، الشمس والقمر. انا جت في دايره يا شباب. راسي صدعت دلوقتي. دور انا يا جماعه. لا دوري. دور كده يا جدعان. احنا وصلنا لنهايه الفيديو، عشان كده الاسئله خلصت كده. احنا وصلنا لنهايه الفيديو. قبل ما تشجعونيش تاني عشان انا فاشل. اقعد تشجعوني. بس صلوا على النبي. لو عجبك اول فيديو، لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك للقناه مشاركه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعايزين نوصل الفيديو ده 50,000 لايك. لا 100,000 لايك.